صباح الخير رولا. صباح صباح الخير يا الخير. جماعة، اليوم آخر يوم في بيتنا. صباح صباح الخير بيتنا. هلو. بعد أقل من ساعة نطلع من البيت. هلا حتشوفوا الشناتي وحتشوفوا الأغراض وكل شيء، كل شيء هيك مجهز. طلع لنا ساعة واحدة ببيتنا، أقل من ساعة ودعوا لازم. عم نتفرج عليها هلا هيك ونودعوا. أنا غريبة يا جماعة، والله يعني هاي الغرفة كانت غرفة أحلامي، والله رح أشتاق لها كثير. yes. يعني عملتها زاوية زاوية، حتى درج درج هيك رتبتهم وحطيت لهم منظماتهم. يلا بتعملي أحلى منها إن شاء الله. رح نعمل أحلى منها على فكرة. هلا رح تقولوا لي ما أخذتي شيء منها، على فكرة أخذت شنطتين كبار وما زالك لسه مبينه مليانه، لانه كله شتوي باقي. بتعرفوا هون بهولندا دائما برضه شتا، فلذلك هذا ما في. لا قول بس لانه شتوي كمان، لانه ما فيني اشحن كل شيء، يعني الطياره واحد ما فيه ياخذ كل شيء، فان شاء الله بعدين بنرجع بنجيبه ان شاء الله. فودع غرفتك رولا، هذا تحضن. الله اكبر، طولي بالك طولي بالك. بحب هاي الغرفه كثير كثير. ايه عن جد، وانا كمان، مع انه مالي فيها. بحس احلام كل البنات انه يكون عندك غرفه خاصه بس ميك اب ولبس وهيك. يعني تعال شوف غرفتك. اوكي اهلا وسهلا بغرفة ميلا وبيرلا. بدك تودعي غرفتك ميلا؟ اليوم بالليل حتنامي بغرفة جديدة. هاي خلص ما عاد في، بدك يكون عندك تخت جديد انت وبيرلا. ما عاد في تخت البيبي بيرلا، خلص تخت اوبن. تخت اوبن انت الميلا. اوكي هاي الغرفة كثير في لنا ذكريات فيها رولا، كمان كثير لعبنا مع البنات وعنده قصص وحكاية. الوان صرنا بس عايشين بالبيت، بس حاسة صار لنا 5 سنين، يمكن لأنه هذا البيت عملناه هيك زاوية زاوية وظبطناه. عملناه بحب عن جد، عملناه بحب، يعني كل غرفة فيه بنحبها. يعني لسه عم بيلعب والله الواحد عن جد ما بيسخى، يعني يترك أغراضه وبيته. بس الأشياء المادية دوماً أنا بقول ما بينزعل عليها، المهم الإنسان هو وعيلته يكونوا مبسوطين، هي أهم شيء. صح. ونشوف طريق السفر والمعاناة، حابين نحكي لكم شوي. موقع كوزي كاب منزل ملابس من الناتشورال فايبر يلي هو قطن 100% وناعم كتير وآمن للأطفال، وفيكم تاخدوه للبيبي اللي هلأ ولدان وانتم مغمضين انيته، آمن 100% ومريح يا جماعة. هو كوزي كاب أصلاً كل منتجاته من القطن الطبيعي لأنه الأطفال، بس هدول بالذات هن اكسترا، يعني هن هدول قمة الراحة. ايه هدول مجموعة جديدة منزلها، بتتكون من بلوزات وبنطلونات هيك انه شكلهم سادة، بس هن الغرض منهم بس الراحة. يعني شوفوا الراحة، شوفوا الراحة، شوفوا شوفوا. مثل ما لكم شايفين البلوزة اللي لابستها بيرلا وكمان البنطلون، اثنيناتهم هدول من مجموعة الفايبر لينن. طبعا مثل ما بتعرفوا موقع كوزي كاب متخصص بملابس الأطفال من عمر الولادة، من عمر البيبي، فيكم تبلشوا تجهيز للبيبي من عنده وانتم غامضين لأنه ملابسه كتير مريحة كتير. على فكرة موديلاتها حلوة، يعني بتتقارن بأفخم الماركات. يعني بتعرفوا شلون ملابس الأطفال أحيانا بتكون كتير ملونة زيادة وهيك، لا هذا بتجي ملابسه هيك رايقة وكتير ناعمة. حتى تطلبوا من كوزي كاب القطع اللي لابستهم بيرلا، وقطع كتير كتير حلوة وبتجنن، استخدموا كود البحث. يس، في كود بحث وفي كود خصم يا جماعة. كود البحث هناك فرق، يعني صح، إذا كتبتوه بموقع شي إن بيطلع لكم كل القطع الحلوة والترندي حاليا على موقع شي إن للأطفال من كوزي كاب. بس كود الخصم اللي على وش هرولا هون بيخصم لكم 15%، وفيكم تستفيدوا منه دوما. حتشوفوا خليلي بستك بوسة. ما بستني إلي يا لطيف. خليلي أنا. فأكواد الخصم كلها وأكواد البحث تلاقوها بصندوق الوصف وروابط القطع. وهلأ خليكم مع الفيديو. هاي الغرفة ما كانت كتير مهمة بالبيت، يعني كانت هاي غرفة ملابس ميلا وبيرلا، ملابس وألعاب يلعبوا فيها، بس ما عملنا كتير فيها ذكريات بحس. صح هاي كانت غرفة صغيرة يعني. الوداع. هلأ جينا على هاي الغرفة، هاي يمكن الغرفة بطلع عليها لأنه آخر طابق بالطابق الثالث. عن جد ما بتشوفونا فيها، ما بصور فيها حتى نحن بس للنوم. حسام عمل مكتب هون ما بيشتغل عليه ابدا، مستحيل لانه بقعد معك يطلع على الطابق الثالث. يلا بعد الطابق. اي والله بس تصعب، شوفوا لي هالصوره من احلاها. الله كثير حلو. مين هدول يا ترى؟ شغل يدوي على فكره. هاد شغل يدوي. هاي درا اليوتيوب حيضل هون ان شاء الله. درا قناتي ان شاء الله بنجي بناخذهم في المستقبل ان شاء الله. بس هاي الغرفه انا كثير بحبها لانه كان ديكورها غامق غير ذوقنا بالعاده، يعني كله الوان غامقه. اي فهيك عامله هيك جو كثير حلو. ما بتاخذي
بعد نص ساعة رايحين. انا عم بقول هدول اوراق مكتبي مين عم ينقصن؟ شوفوا هون في طابعة دلت على هاي الطابعة، صارت كل يوم تاخذ اختها وتجي تسرق منها. بتاخذ عم ياخذ 30 60 ورقة كل يوم. كمان الشباك حسام بتحسوه من برا كأنه لوحة. خلص هلا ليش انت محسسني انه نحن نودع البيت للأبد؟ يعني ان شاء الله رح نرجع وما بتلاقونا غير كل ما ملينا حجزنا وجينا عليه. ان شاء الله اكيد اكيد ما حنقطع بيتنا ولا هولندا، بس يعني ما حيضل هذا بيتنا. حتى في كثير ناس بدها تضل يعني تشوف لنا اياه، وفي سكيورتي كاميراز فينا نشوفه وقت اللي بدنا، ويعني الامور كلها تمام. الامور تحت السيطرة. لازم تتركوا الشباك شوي مفتوح منشان الحشرات ما تفكر الغرفة مظلمة ومهجورة. الحشرات والعناكب بيحبوا الغرف المظلمة. صح، خاصة العناكب. بس لا. كانت الغرفة هيك مظلمة بيعتبرها مستودع. ايه بكيفوا عليها، بيفكروها مستودع، فلذلك عم بترك شوي مفتوح منشان يضل في ضوء بالغرفة. اوكي، هون الغرفة اللي قضينا فيها اغلب الوقت، يعني هون عدينا صورنا لكم فيها اغلب الفيديوهات. خاصة هذا المطبخ يا لطيف قديش صورت فيه وصفات، وصورنا تحديات. تتذكر لما قلبنا المطبخ لمطعم مرتين؟ والله بهالسنة عملنا كثير قصص. انا بسنة واحدة بس كثير عملنا فيديوهات من هالبيت، فلذلك تحمسوا كثير ان شاء الله بالبيت الجديد. بس نعمل بيت جديد يعني رح يطلع محتوى احلى واحلى ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. هاي الحديقة زبطناها وجهزناها والعشب وهيك، فصارت جاهزة ومنقلة الوداع. برودة حسام؟ جو برودة. رح يكون شو باليوم؟ لا برد. لا بده جاكيت كأنه. شفتي كيف؟ فرق ضخم. اوكي، وهلأ آخر صورة في البيت. اوكي؟ 3 2 1. وهلا يا جماعة قربت تصير الساعة 10 بالليل تقريبا، لسه برا النهار بس للأسف عم نتودع أنا وعبد أخي. اليوم كان عندنا من الصبح وميلا وبيرلا، هلا كو لعب. شوفي لعبوا عن القلب، حاسس إنه أي والله في افتراق بس مؤقت. مؤقت إن شاء الله. إن شاء الله قريبا إن شاء الله بس يصح له ويخلص دراسته والأمور كلها تمام. إن شاء الله رح يجي لعنا زيارات. أكيد إن شاء الله. ونحن حنرجع نجي إن شاء الله كل فترة كرتائين هيك جايين. وداع مع العبسة. وداع ولعب نظامي. وداعا يا بيرلا. بدك تروحي على دبي وتتركيني هون؟ ايه وبعدك تشوفي لعمه. دبي بروح. ايه بس بروح على دبي. شوفي تروح على دبي. البارح بروح هالهاوس تبعيتنا على دبي. ايه عملتنا بدبي. طلعنا نروح لدبي لانه بيجي بشوفكم بيجي بزوركم. هاي لما جيت من الصبح عم بتبوسني وعم بتوداني. حس قلبها مع انه مو فهمانه كثير الموضوع بيرلا، بس في شيء جوا عم يقلها انه في شيء عم يصير عم يتغير. ايه هلا صار وقت الوداع. اللحظه اللي خايفين منها. يلا دير بالك على حالك، ان شاء الله نشوفك انا ان شاء الله يا رب. وانا بدي لكم انه تشوفوا الاحسن والاحسن هنيك. اكيد سمع. اكيد خير بحقكم ان شاء الله. عم ننتظرك كمان. يلا. يا جماعه هلا طلعنا بالتاكسي او باص التاكسي. بس تاكسي. Yeah. جبنا هذا التاكسي لحتى يسع كل الشناتي تبعونا، لانه يعني ما كان خرج نروح بسياره عاديه. شوفوا القسم الخلفي يا جماعه كله فل. يا فكره كثير دمه خفيف يا جماعه كثير. يا او فريزلاند. انا مالك فاهم. يا جماعة فهمكم شو عم يصير؟ هاي منطقة بهولندا فريزلاند بيحكوا غير اللغة الهولندية الأصلية. بيحكوا لغة تانية. أندرتال. ميلا ويرلا مكيفين على هذا الجو الباص، قاعدين هادين بالعادة ما بيكونوا هيك. أخذين راحتهم، في مساحة، هون في مساحة وراح يتحرك. سيارتك وبتروح فيها معنا الشباب. هيك صار الحكي. قاعدين هيك غصب عننا. 5 و 20 يعني.
عنده اولاده كبار كثير ما شاء الله. يا جماعه دمه خفيف ظريف جدا جدا. هاي هلا انطلقنا والله ما عم بحس الطريق ما شاء الله. يحكي حكايات حلوين. مونتور اوتو مونتور اوتو ميكانيك اختر از ان نيدرلاندس موديل اند شي از ميس نيدرلاند كويس. بنته تشتغل موديل وطلعت ملكه جمال هولندا. ماي هي موت جو فور فلوغ انجلش سبريك اوف نيدرلاندس عربيش عربيش. يا 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 ما خلاص الحاج حبيب الحاج خمسي خلاص 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 يلا 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 خطير. يا جماعة الشيخ عن جد اللي بده يطلع بهيك هو بيشتغل بكل هولندا هو أي حدا يعني حبيبي 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 كم تدبي هون يعني صعب نلاقي تاكسي فكان أي حدا بيزمه التاكسي مشان يطلع شناتيل كثيرة مثلنا حنحط لكم أو حتى أي مشوار يعني حابب هون بقلب هولندا كذا فهو بيخدمكم بأي مكان في هولندا من شمالها لجنوبها هو صاحب الشركة هو صاحب الشركة يا جماعة طلع معه انسوا 3 ساعات والله ما بحس. يا جماعة عم قلها لرولا انه لأول مرة بتفرج على الطريق وبحس فيه وبتفاصيله. انا دائما باخذكم على المطار انا بوصلكم. هي اول مره انت عم تتفرج على الطريق بس شو على الحظ يا جماعه بلشت تمطر مثل ما كل مره بنروح على المطار بناكل مطر لازم هيك نتعبى مطر نحن كل مره والله بنسافر يا بنروح يا بنرجع يا بنروح يا بنرجع في مطر والله العظيم ولا مره زبطت انه شمس ولا مره يلا بلكي بتوقف. المهم يا جماعه بدي اذكركم تتابعوني على سناب شات لانه على عدد الدقائق عم صور لكم كل شيء عم بيصير معنا على الطريق رحلتنا وكل مغامرتنا على اليوتيوب. بجوز عم يتاخر الفيديو لينزل بس على السناب رح تتابعوني اول باول وتشوفوا كل شيء رح نعمله بدبي بيت الحلاوه وكل شيء رح شارككم رح تشوفوه قبل اليوتيوب. تابعوني على سنابي وسناب حسام. يس وصلنا على المطار مثل ما شايفين زحمه مو طبيعيه. بالعاده انا ورولا دائما بنسافر الصبح او هيك هلا بهالوقت كثير زحمه العصريه. اوكي يا جماعه خلصنا الاجراءات هلا انا عدنا ناكل اخيرا والله اكثر من ساعتين كثير كثير تعبنا اليوم زحمه مو طبيعيه بالمطار اليوم كني لانه بلش الصيف فالناس كلها مسافره الكنترول زحمه الاجراءات زحمه كل شيء كل شيء كل شيء زحمه. هي اول مره بنطول ساعتين بالاجراءات المسافر بالعاده بنص ساعه بنخلص كل شيء نحن بنخلص بعد كثير يعني يا دوب نلحق ناكل ونطلع على الطياره نحن انا فاكرين انه نرجع بكير ناكل على فكره ما ضل معنا غير رولا نص ساعه ولازم نروح على البوابه تخيلي والله زي ما كنت نجي نروق ناكل نفطر هون لانه ما فطرنا بالبيت ولا شربنا قهوه لهلا ما شربنا اه صح اقوى بير لا طلبت شيء صحي بير لا طلبت موزلي مع اللبن يا سلام طيبه تعي نذوقها طيبه وهون في لازانيا وهي باذنجان بالجبنه والصلصه اليونانيه هاي شكلها طيب كثير ريحتها طيبه وبيلا طلبت توستي جبنه يا سلام ذوقي لنا هاي رولا انا كثير متحمس ذوقي لي اياها جربيها حسيتها مسقعه الباذنجان لا لا تقولي وسط بانجان مع لازانيا طعم لازانيا بالبانجان انا بحب البانجان يعني بس ما حسيت مطبوخ صح شوف ما عم ينزل اسف هذا بده معدن من حيث المبدا طيبه بس مثل ما قالت رولا ما هي مستويه هلا انا تذكرته لهذا المحل مره قعدنا عنده وطلبنا بيتزا ما كانت ما طيبه اللازانيا شكلها طيبه لانه انقسمت بسرعه طيب. نظاميه؟ لازانيا تمام والله كنت بدي اطلب اثنين لازانيا الله يسامحك اخيرا طلعنا بالطياره يا جماعه يا سلام شو القعده الحلوه هي اخيرا هلا وقت الاستراحه بقى واحد يرتاح يعني راحه بعد اجراءات المطار وهيك وتثبيت البيت والله صار لي 3 ايام كثير تعبت اخيرا بلشنا صار لك اسبوع انت ما عم تقعدي بالبيت وبتطلبي اغراض فهلا اخيرا قعدت هلا قلنا يا جماعه كثير على موضوع الحر كل شوي بيجيني رساله انه الدنيا حر كيف بتنزل بهالجو؟ نحن ما رايحين انه سياحه انه نضيع شيء علينا عرفتوا؟ انه نطلع اماكن مفتوحه وهيك رايحين بهدف الاستقرار بهدف نلاقي بيت نظبط امورنا من نظبط بيت لبين ما يخلص بيكون بلش الطقس الحلو ايوه يعني كل شيء بوقته في عقل يعني ايه فهلا وقت الحر خلص بنقضيه بالاماكن المغلقه البارده كمان بعد بنسوي هيك
كثير حلوه حبيتها. عندك طياره على ايدك اسواره صح؟ شوفوا شو كمان عطوها، عطوها الوان كثير حلوه بتلون رسمات العلاقه بالطيران والطياره. في هدول الالغاز اللي انت بتحبيهم عم طورينهم والله. ايه هي مثل مجله يعني. قربت حلق الطياره يا جماعه، ادعوا لنا هيك نوصل بالسلامه وان شاء الله بنشوفكم في بعد 7 ساعات. بعد 7 ساعات في مطار دبي. باي باي. اهلا وسهلا، كيفكم؟ وصلنا يا جماعه بالسلامه اخيرا. الحمد لله. هاي السنافي والامور كلها تمام. تاخرنا على الطريق كثير بس الحمد لله وصلنا اخيرا. شوفوا العرق، شوفوا 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 هذا العرق من 5 ثواني بالباركينج. اوه ماي جاد، مو طبيعي مو طبيعي. بس معنا نحن متوقعين حاطين ببالنا انه هيك الوضع. ايه لا عادي، مقبول مقبول الوضع، ممتاز. نحن عشنا بالرياض بنعرف نشوف صح؟ يلا حيمشي شكله الزلمه. ايه لا سيارة في اي بي هيرو لا. يا يا everything is great. يا اوكي يا جماعه هلا دخلنا على الشقه تبعنا، والله تعبنا تعب مو طبيعي، طلع موضوع حر حر حقيقي بس مقبول يعني مو لهالدرجه يعني عادي. لا والله حر والله طبيعي بس يعني نحن مجهزين حالنا انه رح يكون حر يعني مجهزين حالنا فما حنفكر كثير بالجو، اصلا هون بدبي يعني كله في تكييف يعني بس الباركينج هو اللي أيه. بس حاليا والله تعبانين تعب مو طبيعي، انا بس عم بتخيل اي وقت بدي اتسطح، بس مستحيل يعني مطارات وطيران بدون شاور، فلازم اول شيء نعمل شاور بعدها ان شاء الله ننام. يس واكيد عم تتساءلوا على البيت اللي قاعدين فيه، شكله حلو يا جماعه واتمنى مركزين يعني شكله ظريف البيت كثير أيه. فان شاء الله بكره الصبح هيك عضو نهار مصور نستكشفه معكم. بالنسبة لكم الموضوع رح ياخد قد ايه؟ 3 ثواني، عدوا للثلاثة وحتشوفونا بكره الصبح فايقين بكامل نشاطنا وعم نورجيكم البيت. ثلاثة اثنين واحد. اوكي يا جماعة اجى ثاني يوم اخيرا، شوفوا الصحصحة، شوفوا الرواق والله صحصحنا وارتحنا غير شكل، وهلا رح نعمل لكم جولة بالبيت، تعالوا نورجيكم اياه. هلو اهلا بالاميرة بيلا. اهلا اهلا وسهلا. يا هلا والله يا هلا والله، اشتقت لك على اساس يعني اشتقت هلا كنت جوا يا صاحبي. اهلا وسهلا فيكم ببيتنا المؤقت بدبي. هلا ناخذ هلا هاب، هلا نروح على الالعاب. بس اول شيء هذا بيت مؤقت بس بنقعد فيه فتره منيحه يعني كم اسبوع مبدئيا رح نقعد فيه الشهر. يس فبما انه هلا رح نقعد شهر حنورجيكم جوله فيه، كمان حنورجيكم المبنى فيه كثير شغلات مو بس فيه فعاليات. فميلا ويلا من الصبح عم ينقوا علي بدهم ينزلوا على الالعاب وبدهم يروحوا على المسبح وبدهم يجربوا كل شيء، ونحن للامانه لسه ما شفناهم، اليوم رح نشوفهم معكم. هلا والله رولان. هلا والله. شو هالتفني تاعي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اول شيء عندنا هون طاولة الطعام اللي هي الاربع اشخاص يعني مناسبة لنا، بعدها عندنا هون غرفة القعدة، لو بتتخيلوا اول ما وصلنا على الشقة امبارح بالليل كانت الصوفاية عاملينها تخت واخذة كل الغرفة، نحن ما بدنا تخت ما طلبنا ما طلبنا هالشيء، قام اجوا هيك خلال ثواني رجعوها وصارت صوفاية يعني تحول لتخت كبيرة على فكرة لا تشوفوها هيك ايه؟ والله شيء غريب. وهون عندنا التلفزيون، وهلا منجي على الاطلالة اللي هي هاي الاطلالة بنص الداون تاون تبع دبي بالبزنس باي. يس عبدول باي. برج خليفة كمان ببين من الفندق، بس نحن على حظنا اطلالة شقتنا مو على برج خليفة، بس يلا مو مشكلة. لا مو على حظنا، انا اخترت لك هاي الشقة مقصودة بسبب مساحتها يا جماعة، مثل ما شايفين شوفوا المساحة قديش كبيرة، هلا حنورجيكم كمان لسه اكبر من هيك بكثير، فإذا حناخذ اطلالة على برج خليفة كان لازم نازلي على المساحة. على المساحة. لا نحن المساحة كثير بتهمنا لأنه معنا أولاد يعني قريبين على كل شيء كل شيء، دبي مول 5 دقائق بيبعد، فكثير حبينا المنطقة. هاي موقع ممتاز. موقع هون هاي الاطلالة من هذا طبعا. هذا الشباك اللي ميلا وبيرلا ما عم بيتزحزحوا عنه، ليش؟ لانه شوفوا شو في تحت، شوفوا 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 شايفين الالعاب يا جماعه؟ كل شوي بتوقف بيرلا تقول بدي انزل على الالعاب، شكله شوف حدا عم بيلعب شكله يا جماعه 45 مين بده ينزل يلعب؟ هون الشارع قديش حلو بضل شغال لاخر الليل، لاخر الليل حرفيا للساعه 3 بالليل هيك. هون عندكم هاي اللوحه الجميله عمل ليوناردو دافينشي، وهون في غرفه سريه كثير ابواب سريه بهذا دوما حظنا مع الابواب السريه. فاول ما وصلنا لقينا هيك 1000 باب ما نعرف شو هن، هذا الباب
ترى ترى شنط السفر كثير حلو انه خفوه هون يعني. ايه عن جد احلى شيء يكونوا هيك مخفيين، بس نحن للاسف لساتهم هنيك بالمدخل. هلا بتشوفوا لانه لسه ما فضيناهم يعني. وهون في باب سري ثاني، هذا شو بتتوقع يكون؟ يلا جربي نشوف. بتوقع خزانه. ترى هاي بعد الجيران يا جماعه. يعني هلا بتعرفوا اذا فتحوا الباب مع رولا ونفتحوا الاثنين مع بعض يعني. اظن مقفول عندهم بيكون ما دام هذا مفتوح. لا ما معقول بيفتحوه. ليقوم يدخلوا علينا بالليل بيعملوا هيك بهاي بالحفاشه قهوه مع بعض وبيدخلوا يعني. بكل بساطه والله ما معلومه، ما لي خبر انه هن بيقدروا يفتحوا. لو حكيت صح هون هيك بحباسه بيقدروا يفتحوه يعني. لا خلص ولا انا حق علي قلت لك هلا بتوسس مرتنا بالليل. وهلا بنجي من غرفه السفره اللي اكلنا عليها مناقيش. كل شوي طلبنا مناقيش. هلا بنجي على المطبخ. هلا كمان باب سري هون. يس كمان باب. شو بتتوقعوا؟ بعد باب الغسيل في غسالة. طبعا نحن قصة عشق مع الغسالة، ما بنستأجر أي مكان إلا يكون فيه غسالة. لازم عنده أطفال لازم يعني كل شوي فيه غسيل بيطلع. لذلك أخذنا هذا المكان لأنه شقق فندقية يعني فندق بس شقة. يس هلا خليني أحكي لكم شغلة على المطبخ. نحن أساس استأجرنا هذه الشقة إنه المطبخ أمريكي مفتوح، بس طلع انه عطونا مطبخ مغلق. كان هيك بالصور انه مطبخ امريكي، بس لانه بصور شقه واحده بس عندهم 1000 شقه. بشكل عام كثير مرتب وجديد ومجدد كثير. هيك نشوف هالبراد مخفي، في ماكينه قهوه وفي كل شيء يعني انه انا بحب انه يكون موجود. في ميزه حلوه طبعا دبي بتعرفوا المي ما بتنشرب من الحنفيه، بس انه هون حاطين لنا ميه شرب من الحنفيه مباشر. شوفوا هاي مي مفلتره صالحه للشرب. ومين اول رح زروا شو مستغربين منه؟ كل شوي بروحوا وبيجوا بيقولوا لي شو هاي؟ هذا الاختراع ما بيعرفوا. هذا الاختراع ما بيعرفوا، ما انا موجود بهولندا. هون عنا الفرن يلي ما حنستخدمه كالعادة. والله يعني ممكن نعمل لنا كم وصفة هيك بس نمل من الاكل الجاهز، لانه بتعرفوا الواحد عن جد بيتعب من الاكل الجاهز. وهلا تعالوا معنا على باقي الغرف. هون الاستقبال، شوفوا الشناتي. هذا كلهم بدهم ترتيب وتوزيع حتى نخفيهم. اوكي وهذا الممر اللي بيودي على الماستر بيدروم. هون اول شيء عندنا في حمام للضيوف. هذا حمام ضيوف كثير مرتب مودرن وظريف. وهلا رح ندخل على الماستر بيدروم. هاي حلاوتها انه واسعه. دائما بالفنادق او شقق الفندقيه غرف النوم بتحسوا هيك ضيقه محبوسه. لا لا هذا البيت كثير واسع والحمد لله، مثل ما نحن شفناه على الانترنت قبل ما نجي. واحسن عندكم هون مكتب مشان حسام يقعد يمنتج لكم فيديوهات. والله الا على الكنبايه. والله هون بدك تمنتج. هاي تسريحه خليها تسريحه. هلا انا حولته لتسريحه. ليش؟ انه هن ما حاطين مرايه، فكانت المرايه هون كانت. قلت لحسام كيف بدي اعمل شعري؟ ما في تسريحه بالفندق، ما في محل اقعد اعمل شعري فيه، وبالحمام ما في فيشه للسشوار. فحسام جاب لي هاي المرايه المعلقه احط لي اياها هون. ادق لك مسمارين. عدلنا لهم الديكور كله. وهون عندنا هذا السرير كثير بصراحه يعني كان مريح امبارح وقت نمنا. الغرفه مريحه يعني. غرفه شرحه كبيره. هون عندكم هذا التخت لبير لقناه نجيبوا لنا اياه، فيعني هون تلفزيون اذا صح لنا نتفرج. هذا يلي ما حنستخدمه اللي ما حيستخدم يعني. الماستر بيدروم كمان بيجي معه حمام. هذا هو الحمام. هذا هو الحمام الرئيسي اللي فيه يلي انا فرشت فيه كل اغراضي. شوفوا شلون لحقت يوم الصبح تسوي كل هذا مع بعض. كل شيء فرشتهم، عنايه وشامبويات وفراشي اسنان. هون في الخزن. هلا بصراحة بالنسبة لأغراضنا الخزن كثير قليل. فهذا كان البيت يا جماعة، بس لسه الفيديو ما خلص لأنه حنورجيكم الفعاليات الموجودة بهذا الفندق. هلا حننزل لتحت ونشوف المسبح والألعاب والفعاليات والجيم. احنا لسه ما شفناه هون عن جد. يعني ننزل نكتشف معكم الصراحة ما اكتشفناه. تعالوا اكتشفوا معنا خلينا. هاي البقالة تبع الفندق يا جماعة، حتى ما تضطروا تطلعوا أو تطلبوا هون تاخذوا الأشياء الضرورية. حتى هلا عم نسأله في عندك آيس كريم لميلا وبير؟ لا عم طلع عنده آيس كريم. والله فيها كل شيء. ستروبيري. والله هاد فندق عبارة عن مدينة متكاملة. إيه متكاملة. ما تطلعوا أصلاً. هلا هلا هيك بعد. بس البسكوتة تبع الايس كريم. حلوة اذا بتحلها. او ماي جاد. هاي برج خليفة هون. مثل الابرة. برج خليفة شكله مثل الابرة اسمه برج خليفة. والله انت مصممة مهندسة انت. عندها نظرة معمارية. شو بدك فيرنا؟ الالعاب. اوكي يلا خلينا نشوف الالعاب. اول شيء مسبح، اول شيء مسبح.
شوب شوب هذا بده سباحة فقط. كنا جايين يسبحوا ايه بده الجو بده سباحة. هذا مسبح الأطفال. شفتي مسبح الأطفال؟ بدي اجيبك هون تسبحي. يا رولا نسينا شيء مهم؟ نسينا نجيب لهم فواشات. لازم اليوم نشتري لهم. هذا شيء كثير مهم لازم ننساه كلنا. أو شوفي مثل هاي البنت بيسبحوا هون خلص. لا بس حتى هون صعب علينا. بدها تنزل بيرلا بدها تنزل. ما في مايو. ما في مايو. بعد بكره بنسبح بكره اوكي؟ اوكي اوكي هلا بندور على المايو وبنجي اوكي؟ ندور على المايو وبنجي بنسبح اوكي؟ وهذا مسبح الكبار شوفوا قديش حلو كبير ما شاء الله هون على الاطلاله يا سلام والله بدها خلص بدها تجير لا لا لازم بدها ضروري بلشت تغبش الكاميرا من الرطوبه عيونها عم يتغمضوا لحالها ما في حدا الدنيا شوف هي بدها يبقى حيجي المسا صدمة عاطفية اه والله حلو المكان حلو كثير فيه منوع هي العاب على برج خليفة هون عندهم ملعب كرة قدم وكرة سلة مناسب للأطفال حسب حجمهم شايفين شوفوا الارتفاع وبس يا جماعة هاد كان فيديو اليوم إن شاء الله تكونوا حبيتوه هيك حبينا نعيشكم من A to Z كل شيء صار معنا خطوة من خطوة. هونيك لهون وانتظروا الفيديوهات الجاي كثير مهمة وكثير حلوة لأنه هون حنأسس كل شيء ما تنسوا تتابعونا على سناب شات لأنه هونيك عم شارككم كل شيء كل شيء ترى متابعين السناب شات بيعرفوا خطوة خطوة شو عم نعمل يس رح تابعونا على السناب شات وبس هلا صار لازم نودعكم بنقلكم بحبكم كثير باي